اللي عليه الكاميرا واللي متصدر المشهد متصدر الكادر، ركزوا كده ولاحظوا كم مرة بيعمل الكرات الساقطة والطولية من الخلف الأمام دي والبدايات. شوف حط عبد الكبير الوادي أوف سايد، حط عبد الكبير الوادي انفراد، وادي جول جول. دويدار يخطف، خطفها دويدار، دويدار ولعها نار في الدقيقة 36. يتقدم إنبي بأول أهداف اللقاء عن طريق مصطفى دويدار. لسه بقول لحضراتكم نظام صارم والتزام تكتيكي كامل ومنظمين جدا جوه الملعب فريق إنبي، وكمان بيوصلوا لمرمى جنش. وبالفعل وبالفعل ما كملناش يعني 3 4 دقايق، مصطفى دودار يخطف ويسجل اول اهدافه هذا الموسم واول اهداف إنبي في هذه المباراه. جمال الهدف ايه؟ في ذكاء مصطفى دودار انه ما فكرش مرتين، هي واحده خلص انت جوه الست ياردات، لسه هتستلم ولا تفكر ولا تعدل ولا تسند، خدها على عيبها زي ما بنقول كل تاكيد. علي ماهر تابع ركز وحاول انه بين الشوطين يصحح الاخطاء، ونازل الشوط الثاني بمنتهى القوه والاصرار اهو، سعيا ورغبه في تعديل النتيجه. اعتراضات ومطالبات بلمسه يد وركله جزاء لفيوتشر، هل يتدخل الفار؟ محمود بسيوني وسمير جمال حكم اللقاء عمرو عايد حسبها ضربه ركنيه، حسبها ضربه ركنيه، لمست في مصطفى دودار وتحولت الى ضربه ركنيه. هل هيتغير القرار؟ خلينا نشوف من الزاويه دي. ادي بوبو، بوبو لمست في مصطفى، والجميل ان هو حط ايده ورا ظهره بعد ما الكره اتلعبت، يعني بعد ما جت بعد ما خبطت فيه سواء في ايده بقى او في صدره او ايا كان يعني، لكن بعدها حط ايده ورا ظهره زي ما كان ما فيش اعاده، يعني احنا مش هناخد بالنا يعني. يعني كابتن علي ماهر في انتظار القرار، في انتظار، واضح ان اللعبه بتتراجع طبعا في غرفه الفار. هل القرار هيتغير؟ بوبو مع عمرو عايد، هيتم الاستدعاء ولا ايه؟ هيتم الاستدعاء ولا ايه؟ لان خلي بالك المسافة قريبة. تم الاستدعاء بالفعل. وما رايحة بره، بيقول الكرة رايحة بره الجول يا كابتن. طب ايه المشكلة حتى لو رايحة بره الجول؟ حتى لو رايحة في المدرجات، في لمسة يد وفي تكبير للجسم ولا لا؟ بس هي المشكلة ان هي المسافة قريبة وجاية من خالد رضا ولا من بوبو. اعتقد خالد رضا كمان هو اللي شاطها. علمون خلينا نشوف بس القرار. عمرو عايد بيراجع اللعبة اهو. تم استدعاء الكابتن عمرو عايد من قبل كابتن محمود بسيوني والكابتن سمير جمال. خالد رضا بيشتت اهو، ادي الكورة اهو، خالد رضا لمسها ولمست في ايد مصطفى دويدار داخل منطقة جزاء إنبي في اول دقيقة من عمر، في اول هجمة من عمر الشوط الثاني في هذه المباراة. عمرو عايد اخذ القرار بعد مراجعة الفار وحسبها ضربة جزاء بالفعل لفيوتشر. اذا عدل قراره بعد مراجعة اللعبة عن طريق تقنية الفيديو، ومصطفى دويدار تقدم لإنبي في الشوط الاول ثم تسبب في ضربة جزاء على إنبي في الشوط الثاني وفي الدقيقة الاولى، لكن طبعا مش هتتنفذ الا في الدقيقة الرابعة اهو. في الدقيقة وصلنا لدقيقة 49 اهو، ولسه كمان الكلام مستمر والتنفيذ لسه كمان هياخد وقت. بوبو صاحب الهدفين مع فيوتشر في مشواره مع الدوري هذا الموسم، اخذ الكرة ويتصدى لركلة الجزاء. بوبو في مواجهة البلعوطي، وتحس ان هو منشت كده من الثمانينات. بوبو والبلعوطي نجمين كبيرين اسطوريين في الاتحاد السكندري وغزل المحلة طبعا. بلعوطي الكبير بقى، البلعوطي القديم حارس مرمى غزل المحلة في الثمانينات، وطبعا الكابتن بوبو. ادي المواجهة بتتكرر في 2023، بوبو والبلعوطي
البلعوطي في المرمى وبوبو أخذ القرار وبالقدم اليمنى. بوبو يسجل التعادل، يسجل التعادل. البلعوطي يروح يطير على الكرة بالفعل وفي نفس زاوية الكرة، لكن محمد رضا بوبو بمنتهى القوة، وشوف حتى بيحط الكرة وبيثبتها في دايرة السنتر ازاي، في قوة وفي إصرار وفي دقة كمان في تنفيذ ضربة الجزاء، وفي ارتفاع صعب الحقيقة على البلعوطي. عدو المصري اتحاد مع طلعت يوسف، والمصري مع علي ماهر، وفاز المصري 2-1. والجونة وفيوتشر آخر مواجهة بقى، وفاز الجونة بقيادة الكابتن طلعت يوسف على فيوتشر 2-1 الموسم اللي فات. كرة لبوبو جوه منطقة الجزاء، أخيراً 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 الكرة تبتسم لعبد الكبير الوادي بعد محاولة واثنين وثلاثة وأربعة. عبد الكبير الوادي أخيراً الكرة تضحك له وترضى عنه وتسمح له إنه يسجلها ويدخلها في شباك إمبي. 2-1، مش الكرة لوحدها اللي ضحكت وابتسمت، علي ماهر كمان أخيرا يتنفس الصعداء. وبعد 60 دقيقة كاملة في هذا اللقاء، بعد ساعة كروية، عبد الكبير الوادي يستقبل عرضية محمد رضا بوبو. البداية من عند مروان، الاستلام من بوبو، يصنع بوبو ويسجل الوادي أخيرا بعد محاولات كلها ضاعت، يجد الشباك ويسجل في شباك البلعوطي. يبقى محمد رضا بوبو سجل وتعادل في الدقيقة 50، ثم يصنع ويتسبب في هدف التقدم لفريقه بعد 10 دقائق في الدقيقة 60. في 10 دقائق وان الدفعة دي والزقة دي هي اللي تسببت ان الكرة لمست فيه وخرجت ضربة ركنية. ركنية الامبي من ناحية اليمين وبالقدم اليسرى. حمدي عالية جوه المنطقة في منطقة الخطورة، وتسديد القائم، مطالبة بضربة جزاء، وتاني مطالبة بضربة جزاء في أقل من نص دقيقة. إمبي بيطالب بضربتين جزاء في نفس الهجمة وفي نفس الكرة، وفي الحالتين بيرفض عمرو عايد وراح له لعيبة إمبي كلهم كلهم، الكل ملموم حوالين حكم اللقاء عمرو عايد اللي رافض بكل إباء احتساب أي ضربة جزاء من الاتنين اللي بيطالبوا بيها. هل الفار تاني؟ الفار تاني ممكن يتدخل، جاله عبد الفار اهو. الفار هي مباراة الفار اذا اصدقائي المشاهدين، الفار يستدعي عمرو عايد تاني كلاكيت تاني مرة. المرة الاولى رجع وغير قراره واحتسبها ضربة جزاء، المرة دي ايه بقى؟ ادي الكرة اهو مروان محسن، لمسة يد دي اللي بيتم مراجعتها، وفي بعدها كرة كالوشا كمان اللي وقع فيها. فبالمرة بقى يعني بالمرة، مدام هناك مدام راح للشاشة راجع الاثنين بالمرة، لكن واضح ان التركيز على دي. هو قال يلعب، وبعدين في كرة في القائم كمان، هجمة غريبة جدا، هجمة عجيبة جدا. وادي كرة كالوشا اهو، بص بقى هو بيراجع الاثنين فعلا فعلا، هو بيراجع، وفي واحدة كمان والله خالد رضا واقع كمان، ده ثلاث، ده بيراجع ثلاث ضربات جزاء، ده مراجعة بالجملة، مراجعة بالجملة للهجمة، هجمة بثلاث أرواح لإمبي. آدي واحدة وبعدين كرة خالد رضا اللي وقع فيها، وبعدين كرة كالوشا اللي وقع فيها. لا ربنا يكون في عونك الحقيقة عمرو عايد، يعني هيراجع إيه ولا إيه؟ هيحسب فيهم واحدة على الأقل يعني. وفي كرة في القائم كمان وسط كل المولد اللي احنا بالحفلة اللي احنا بنقولها دي، في كرة جت في القائم كان في الزحمة. خلاص اخد قراره، واضح ان هي كرة مرام محسن هي اللي تم التركيز عليها، حسبها ضربة جزاء. بقول لكم يا لازم واحدة فيهم تلفق يعني. ضربة جزاء، ضربة جزاء لإمبي. ادي الاعادة اهو، مرام محسن رجع للمساعدة الدفاعية، اتشتتت الكرة،
اتشاطت خبطت في القائم ووقع خالد رضا وبعدين وقع كالوشه واعتراضات من انبي. وبالفعل بعد مراجعه الفار تم احتساب ضربه جزاء. اي اثاره اي مباراه قلت لكم في الشوط الاول يعني مباراه بدايتها كانت بطيئه كده وفضلنا حوالي ربع ساعه وعشرين دقيقه بندور، لكن مع الوقت ومع مرور الدقايق سخنت سخنت واشتعلت لدرجه اننا وصلنا اهو ثلاث اهداف وممكن نشوف هدف رابع كمان اهو لو نجح علي فوزي في تسجيل ركله الجزاء. علي فوزي في الدقيقه 68 وفرصه كبيره جدا لإمبي للعوده في النتيجه وتعديل النتيجه من جديد والوصول لنتيجة 2-2. تحذيرات من عمرو عايد لمحمد حمدي بعدم اقتحام منطقة الجزاء، وعلي فوزي في مواجهة جنش مميز في التسديد، جنش مميز في التصدي. المواجهة تسفر عن ايه؟ علي فوزي اخذ القرار، جول جول جول. علي فوزي يعيد إمبي للقاء من جديد ويعيد المباراة لنقطة التعادل وتبقى النتيجة 2-2. أربع أهداف في ليلة كروية مثيرة في بترو سبورت بالفعل. أربع أهداف وركلتين جزاء. طيب خلاص؟ لا لسه 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 بدري، لسه 22 دقيقة تقريبا غير الوقت بدل الضايع. لا المباراة لسه فيها، المباراة لم تبح بكل أسرارها بعد. اتلعبت الكورة، وصلنا للدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع، تتلعب عالية جوه منطقة الجزاء. مش ممكن، عمر السعيد هداف زي الحديد، يخطفها عمر، يخطف الثلاث نقط، خلصها عمر السعيد في الوقت القاتل. فرحة هستيرية جوه الملعب وبره الملعب، لأنه بالفعل هدف غالي جدا قاتل جدا يخطف بيه عمر السعيد البديل اللي نزل منذ قليل وينجح في التسجيل. عمر السعيد خطفها في الدقيقة 94 ويمنح التقدم مرة أخرى لفيوتشر. هي 3-2، هي 3-2 النتيجة الرسمية. شوف الغلطة، مش ممكن، خطأ قاتل في الوقت القاتل، خبطوا في بعض خبطوا في بعض، خالد رضا خالد رضا وكالوشة، سوء تفاهم رهيب رهيب، خبطت في ظهر كالوشة ولقاها عمر السعيد هدية اتصلحت قدامه، قال لهم شكرا يا رجالة، هدية مقبولة والله ما هي راجعة، وما رجعتش فعلا غير وهي في الشبكة.